Hey everyone, welcome back to my channel. فيديو اليوم رح يكون inspired من كليوباترا. رح بلش بي فلافي براش وبلش مد الامرالد جرين على خصفة العين، وهالمرة حبيت انه اعمل اي شادو مختلف عن ما بعمله دايما، وحبيت انه اعمله مروس اكتر من ميلة فوق عند الحاجب. لأحصل على لمعة الشادو الذهبي بطريقة كتير قوية وكتير ظاهر، أول خطوة لازم أعملها هو إنه أستعمل كونسيلر لونه أفتح من لون بشرتنا لحتى يضوي اللوك ولحتى يضوي اللون أكتر. مثل ما رح تلاحظوا هلا، بين كل استعمال لازم امسح البراش، اتأكد إنه ما في عليها أخضر بقى لحتى ما نجلغم اللوك، ما ننزع البيس الأبيض. رح حط الشمر أول شي بأصبعي، ومن بعد منها رح بلش استعمل الفرشاية لحتى فوت على المحلات الدقيقة ويكون الابليكيشن دقيق 100%. كل صور كليوباترا بيظهروا هيدا الايلاينر شكله مختلف عن ما نحن هلا عم نعمله. اول شي رح استعمل الفرشايه لحتى احط الرسمه مثل ما انا بدي، ومن بعد منها رح ارجع اعلمها بليكويد ايلاينر. بنفس لون الاميرالد جرين اللي استعملته بالكريس رح استعمله تحت خط الرمش. وعلى اول العين من قدام رح استعمل نفس اللون الذهبي يلي حطيته على الجفن المتحرك. من بعد ما خلصت اول قسم من السمبل انتبهت انه ما كنت عم صور، وانا بلشت بالقسم الثاني بلش يخلص الايلاينر، بس بالاخر رجع زبط. استعملت بني غامق على الشفاف وما حبيت قوي كتير لانه بدي احط فوق منه لون الذهبي، واستعملت نفس الاي شادو يلي حطيته فوق العين على الشفاف ليعطي لمعة الذهب.